حبيبتي منورة. أنا بس أنا والله مش بتكلم من ناحية قانونية تماما، أنا بتكلم في اختصاصي وحاجة تخصني، ولو أي دكتور موجود معانا ممكن يراجع ورايا طب عرفي ويأكد. نفسك، عرفينا بسعادتك يا فندم الناس. أنا دكتورة فاطمة، دكتورة عظام، اهلا وسهلا، وبشتغل هنا انا في عندي مشكله مستشفى. كبيره في العظام يا دكتوره فاطمه والنبي. وأنا أحتاجك يا دكتورة فاطمة، أنا معاكم، أنا أحتاجك أنا لبنتي، لا ألف سلامة عندها عليكي. كسر في عندها كسر اهلا في بحضرتك يا دكتوره مفصل فاطمه، الفخذ الايسر، اهلا انا بيكي. احتاجك دلوقتي. بس يا دكتوره عزه، انا بس كنت عايزه اوضح حاجه على حسب دراستي انا ومختصين. انا والله انا مش بنتقد او اي حاجه، الصوت راح عندك يا دكتوره. الصوت كده بايظ. طب كده تمام، الصوت اللي كده هو تمام على بس حسب. هيظبط. طيب ماشي، طب كده تمام. يا فندم كده زي العسل. انا بشوف ناس كتير جدا يا استاذ احمد، معلش اديني بس فرصة يعني أوضح نقطة معينة. براحتك خالص، براحتك خالص. تمام، ربنا يخليك يا رب. في ناس كتير بتتكلم على الطب الشرعي وهي مش فاهمة يعني إيه طب شرعي، أو الناس ايوه العادية، يعني مثلا الناس العادية اللي يعني اللي هي مثلا مش متخصصة في القانون أو مش متخصصة في الموضوع ده، ممكن تكون مش مدركة. الدكتور أو طبيب، حضرتك سامعني؟ أنتوا سامعيني؟ ايوه يا فندم، يا صوتك كابتن واضح سامعيني، والله العظيم. اتفضل. ايوه حضرتك سامعني يا دكتوره فاطمه. معلش بقى، دكتور الطب الشرعي هو بيكون خريج كلية طب، سواء بقى القصر العيني أو عين شمس أو أي كلية حكومية، كلية طبية حكومية، تمام؟ تمام وبيبقى تمام يا فندم. غير مزاول للمهنة. يعني إيه غير مزاول للمهنة؟ يعني مش مسموح ليه نهائي نهائي إن هو يشتغل في المهنة نهائي بره الطب الشرعي. يعني مفيش ولا علاقات عيادة يا فندم ولا أي حاجة. لا نهائي. يا استاذ ليه احمد، بقى؟ ملوش. ليه؟ لا معلومة جديدة دي، ملوش. تقدري معلومة جديدة دي. تاكديني، تراجع ورايا يا استاذه مروه لو انا بقول حاجه غلط. زيها زي بيبقى النيابة يا فندم، زيها زي النيابة. الله يفتح عليك، هو اصلا بيبقى تابع لوزاره العدل، يعني الله متعين يفتح عليك. تابع لوزاره العدل، يعني بيبقى موظف قاضي بدرجه طبيب او طبيب بدرجه قاضي، يعني تابع وزاره العدل. تمام؟ تمام يا يعني فندم. عشان بس الناس مش فاهمه، الناس فاكراه دكتور معدي كده او اي دكتور وخلاص بيجيبوه، او يعني لازم نوضح بس مكانته. فمعلش بقى، تمام يا فندم، كويس جدا. هو لا يجوز ليه نهائي يشتغل في عيادات خاصه او اي مستشفى خاصه او اي حتى مستشفى حكومي، يعني غيرنا احنا. انا بشتغل في مستشفى حكومي، انا نزلت امتياز ونزلت الامتياز بتاعي وبعد كده التكليف وبعد كده التعيين. تمام؟ هو بقى بيتعين ازاي؟ بيتعين اول حاجه معاون، ثم مساعد، ثم نائب، ثم طبيب شرعي. وكل المراحل دي بيمر بيها جوه الطب الشرعي، يعني مش بيسمح، يعني مش غير مسموح ليه بتكوين اي علاقات بره خالص، تمام ومحدش تمام بيديله فلوس او بيتقاضى اي اموال الا من داخل وزاره العدل. تمام؟ تمام فده طبيب تمام مستقل تماما، زيه زي القاضي، زيه زي النيابه. حضرتك فاهمني تمام والناس فاهمه كلامي؟ كلامي مظبوط يا استاذه كلام مروه؟ جميل، كلام جميل. ايوه فعلا. تمام فاحنا لازم نوضح مكانته ليه؟ عشان الناس مثلا ممكن تفتكر لا ده في استاذ مش عارف مين بلاد، يعني ايا كان، ايا كان الاسم، مش عارف مين ده، كلم حد ده، سالنا على فلان ده، مفيش، مش يا مسموح ليه. دكتورة، يا دكتورة، هي كانت موجودة في الطب الشرعي أول مرة مش موجودة وقالت، جوه يعني عايزة أقول لك الأطفال. على حاجة، إن هي أول مرة جت، هي أول مرة حضرت الطب الشرعي وطلعت كلام وقالت ده هو دافع وهو قال وهو عاد وهو سمعت عمل. الكلام من طبع، سمعتيه؟ ما بالك كله. بقى، ما بالك بقى، وده على غير الحقيقة، لأن الطب الشرعي ما فيهوش الكلام ده. طبعا ما مفهوم بالك الكلام ده بقى إن كله هم بالله. لو استثنوا الزوجة في تمام التحليل، تمام في التحليل اللجنة الثلاثية، إيه اللي بالظبط، هو هيحصل؟ ده اللي انا بقوله، هو ده اللي انا بقوله. يعني هو اصلا جوه الطب الشرعي مش يعني لم يتم السماح اصلا بعدم حضور الزوج، لازم التاكيد والتوصيه، لان اتفضل دي يا قضيه استاذ احمد ممكن اهو. بحالها. انا والله ماليش دعوه بالقانون، عشان انا عارفه ان في ناس مثلا ممكن تتهمني، طب ايه اللي دخلك في القانون؟ انا بتكلم والله من ناحيه طبيه تامه، يعني ماليش علاقه بالقانون، عشان بس استاذ هاني ما يزعلش مني. تمام؟ بعد كده حضرتك، هو الطبيب اللي هو الشرعي بيبقى خاص بالتشريح الجنائي، الجنائي فقط. تمام؟ يعني ما بيدخلش في أي حاجة تانية.
يعني لو تشريح عادي او اي قصه عاديه هو ملوش علاقه بيها، هو خاص تمام بس بتشريح الجثث الجنائيه فقط، يعني اللي عليها شبهه، فيها مشكله، فيها جنحه، فيها جنح، فيها اي حاجه، تمام؟ وبرده مختص بالوفاه الجنائيه. بص بقى، اضيف على كده يا استاذ احمد، اتفضلي الطبيب دكتور. الشرعي مختص بالاصابات الجنائيه كمان، يعني لو حد مصاب في خناقه، في حاجه، مختص بيها. انا هوضح ليه انا بقول الكلام ده كله. وبيتاكد كمان اذا كانت الاصابه مفتعله او بفعل فاعل. يعني ايه مفتعله؟ يعني الشخص هو اللي عامل لنفسه، ولا دي حد من بره عن طريق زاويه الايد، عن طريق حاجات، يعني الدكاتره نفسهم هيفهموا الكلام ده، عن طريق الزاويه، زاوية الجرح، تمام دكتور. زاوية الضربة، الرصاصة، أيا كان بقى، وات ايفر الإصابة اللي احنا بنتكلم فيها أو المشكلة اللي بنتكلم فيها. تمام فهمت. يعني حضرتك فاهم هو واصل لدرجة إيه؟ حضرتك فاهم. وده طبعا يعني ايوه تحت إشراف الدكتور، كلام وتكون دور محترم. جدا، تمام؟ ده مش بس كده، ده بقى كمان بيقدر يعرف بعد الإصابة بعض لو المرات هيبقى فيها نسبة عكس، وكمان هيقدر يعرف قدراته الجسدية هتبقى شكلها ازاي، ولو اي دكتور تمام يقدر يراجع وراه، تمام؟ تمام ويقدر يعرف اداء تمام الجريمة، تمام؟ والطب الشرعي اعملوا بيحكم، بلوك. تمام؟ بيحكم في الاحكام القضائية الكبيرة، يعني ايه؟ زي القضايا الخيانات مثلا الكبيرة، خيانة الدولة مثلا، او الارهاب، او الحاجات دي كلها، الطب الشرعي بيدخل في الحاجات الكبيرة قوي دي. حضرتك طب ازاي يا يعني فندم؟ انا بس معلش ممكن توضيح، بس ممكن توضيح لموضوع الطب الشرعي في حتة الخيانات دي، يعني الخيانات اللي هو الناس اللي بتخون مثلا البلد. لو حد مثلا مختص مثلا، يعني في قضية مثلا خاصة بخيانة الدولة، اللي هي الـ ايوه الإرهاب، أو حد يعني حد بيأذي الدولة، حد بيتآمر، حد كده، اللي بيدخل في الموضوع ده شيء أساسي، ده لازم بيدخل الطب الشرعي. طبعا هي ليها حاجات كتير، ليها مجالات كتير، بس يعني مش هينفع أقولها كلها، لكن بيدخل في يعني حضرتك تمام فاهم، تمام بيدخل في الموضوع كبير قوي قوي قوي. تمام فمستحيل تمام مستحيل الطب الشرعي يعني بعد كل اللي انا قلته ده، اكيد الناس فهمت او شويه يعني وصلت لهم الصوره بتاعت الدكتور او الطبيب الشرعي ده، واحد زيه زي ايه، زي القاضي، زي وكيل النيابه، ملوش علاقه باي حاجه غير الطب الشرعي بس. لا لا لا، لا يجيبوا له تمام واسطه، ولا يجيبوا له محمد سمير، ولا يجيبوا له بلازق، ولا يجيبوا له اي حد من بره، مفيش، ولا هم لان ده عارفين، بيدخل ولا عارفين مين اللي شغال. ولا بالظبط. الله ينور عليك. اهم نقطه بقى في الكلام ده كله، ان دكاتره الطب الشرعي المختصين بتمر بثلاث مراحل او خمس مراحل على حسب القضيه، تمام؟ يعني ايه؟ يعني العينه دي بتمر على اول مرحله، بعد كده ثاني مرحله، وفي كل مرحله بيكون المشرف مختلف، يعني الدكتور المشرف بيبقى مختلف تماما. حضرتك فاهمني يا استاذ ايوه احمد؟ ما بيبقاش نفس ايوه كلام الشخص جميل نفس كلام. الدكتور، يعني ما بيبقاش نفس الدكتور هو اللي مسؤول عن كل مرحله، مش عن عينه، لا، عن كل مرحله في العينه دي ما بيكونش دكتور واحد، بيكون كذا مشرف على الدكتور تمام. ده. يعني لو اول واحد زور، الثاني مستحيل لانه هيراجع وراه. لمقاطعة حضرتك، لمقاطعة حضرتك، اتفضل. في كلام برضو عرفته ان هي بتمر ب 11 مرحلة الطب الشرعي عشان يتأكد من بتوصل الموضوع. فعلا في قضايا اللي هي بيبقى عليها خلاف جامد، بتوصل لمرحله، يعني المتوسط الافريج ما بين 3 مراحل لخمس مراحل، وبعد كده بتوصل لسبع بعدك مراحل، بتشرح لي فكأن يا معلم. بتوصل لمرحله. ليه حضرتك بيعملوا كده؟ لان دي بتحكم في قضايا كبيره وصعبه زي اللي احنا لا فيها ما دي. ده يعني دي قضيه، فلا يمكن لا يمكن لا يمكن المحكمة هترجع الحكم ده لحتة مثلا طبيب واحد يكون مثلا عنده مشكلة، يكون في اليوم ده، يكون السبب في معرفة. يعني ايه العقل في بتأسف لحضرتك يا أستاذ أحمد، معلش. لا يا دكتورة فاطمة، ده انت منورة الدنيا كلها. ربنا دكتورة عائشة يخليك، احمد عبد معلش اللطيف، أنا أسف. احنا بنعتز بيكي والله يا دكتورة فاطمة بالكلام اللي انت قلتيه. ايه اتمنى، والله انا ما انا بتكلمش في محتاج بس قوانين تأكيد، تأكيد جنائيه، لان على فعلا الكلام اللي غير حضرتك قلتيه. تمام. لا، انا بس اوضح تاني، انا ما اعرفش صوتي كان واضح ولا لا، لاني فعلا الشبكه وحشه، انا لا كان في شغاله على بعض الداتا التشويش، فعلا. هستأذنك، طمع طمع مننا ان انت تعيدي. في مستشفى في اكتوبر،
تمام، وانا قاعده في 6 اكتوبر تمام اصلا، تمام فيعني تحت تمام امرك في اي وقت يعني، وابقى اتواصل مع حضرتك. ده شرف ليا. انا بس بتكلم والله من اختصاصي الطبي، ماليش علاقه نهائي بالقوانين، عشان بس ما حد يعني، باكد بس ان الموضوع اللي علاقه بشغلي ملوش علاقه والله باي حاجه تانية، لان احنا الكلام ده خدناه في سنه 5 و6، يعني حتى لو معانا دكتور ياكد على الكلام بتاعي. زي ما قلت لحضرتك يا استاذ احمد، الطبيب اللي هو طبيب الشرعي او الدكتور المختص يعني بالشغل الجنائي بصفه عامه، بيبقى خريج كليه الطب معانا، بيبقى متخرج زيه زينا، بس بيشتغل بيبقى تابع لوزاره العدل. تمام، انا ما اعرفش الصوت واصل ولا لا. تمام يا فندم، سامعك كويس جدا، انا سايب لك المايك. تمام تمام، وبعيد تاني معلش، بأكد على النقطة دي جامد جدا، لأن الكلام ده يعني ده شغلنا، ده ملوش علاقة بأي قضايا أو أي حاجة، وملوش علاقة والله غير متأثر بآرائي أو أي حاجة تانية. الموضوع إن هو بيبقى موظف بدرجة قاضي، يعني طبيب بدرجة قاضي، موظف في وزارة العدل، زيه زي وكيل النيابة، زيه زي القاضي، زيه زي أي مهنة مستقلة تماما، مستقله ملوش علاقه باي حاجه. وباكد برضو ان هو لا يجوز لي، واي دكتور هيسمع اللايف هياكد على كلامي، لا يجوز لي غير مسموح لي بمزاوله مهنه الطب زينا، يعني انا بشتغل في عياده بالليل وبشتغل في مستشفى الصبح، تمام، في مستشفى عام، لكن هو غير مسموح لي بعيادات خاصه، ولا يشتغل مثلا في مستشفى خاص او مستشفى عام حتى، يعني ملوش اي تخصص غير الطب الشرعي، لان هو بياخد اخر سنه او اخر سنتين في الكليه معانا، بيدرس طب شرعي وبيتخصص طب شرعي، وبعد كده بيتعين تابع لوزاره العدل، بيتعين كمعاون ثم نائب ثم مساعد، قصدي معاون ثم مساعد ثم نائب ثم طبيب شرعي، يعني بيمر بكذا مرحله علشان يوصل لان هو يختص في الطب الشرعي. تمام، انا ما اعرفش صوتي تمام يا وصل فندم، ولا لا. تمام والله، تمام، سامعيني كويس جدا. انا بخاف لما بتسكتوا كده. لا مفيش خوف، احنا بنسمعك. طيب تمام، المهم ان هو زي ما انا برضو بعيد الكلام وباكده، عشان لو في حد دخل جديد، هو بيبقى خاص بس بالتشريح الجثث الجنائيه، بيبقى مختص بالشغل الجنائي، بالوفاه الجنائيه، بالاصابات الجنائيه، بتحليلات الدي ان ايه، لما بيبقى مثلا في قضايا كبيره كبيرة، قضايا سياسية كبيرة، لما بيبقى في قضايا خاصة بأي مشكلة مع الدولة، يعني قضايا خارجية أو قضايا داخلية، بيبقى المختص الأول والأساسي هو الطب الشرعي.